بمقطعنا اليوم كشف الحقيقة كامل وآخر مقطع بخصوص نور ستار. بالمقطع السابق يا حبايب لاحظت هواي أشخاص مفاهمين نوعا ما صار يتهمون الأب إنه هو يكره بنته نور ستار وإنه هو كل هدفه يرجع وياها بس على مود الفلوس والمشاهدات. خلاف إنه هذا الشيء غير صحيح ولو 1%، ولكن المفروض تكون المحضر خير وتصالحوهم وأكثر. فأبو نور ستار كل هدفه بالحياة أو كل هدفه من نور إنه هو مجرد يحكي وياها اتصال يطمن عليها، مجرد شيء بعيد عن السوشيال ميديا. أما بالنسبة للشيء الثاني يا حبايب إنه هو تركهم وإنه هو عافهم، لا يا حبايب هذا الشيء من غير صحيح، وإنما هو من أول يوم هو يحاول يحافظ على بنته نور ستارز. سويت وياه مقابلة وراح تعرفون كل القصة كامل من بداية حياتهم إلى الآن، راح أحطلكم إياها شوفوها. وأتمنى يا حبايب إنكم تركزون بكل كلمة، لأن كل المواضيع مهمة وكل أشياء مهمة لازم تسمعوها وتركزون بيها كلمة كلمة. ممكن بالمقطع السابق قال شنت شوية عصبي فأنا أعتذر. بالنسبة لنور ستار حاب أقولها إنه لازم تشوفين هذا المقطع وتركزين زين بكلمة كلمة، لأنه بالنهاية يبقى هو أبوك ويلحق عليك، وأنا متأكد إنه أنت بعدش تحبيه وأكيد أنت ما تكرهيه، ولا تخلي أي شيء يضغط عليك. شوفي المقابلة، شوفي الحكي واحكمي بنفسك. كنت بدي انظر في العراق صح، انا لا اريد اروح لامريكا يراد لي، لا امريكا والله صعب، بس خلني اقول هسه بالامارات وارد اروح للامارات. انا ايش قد يراد لي التكاليف والتاشيره، وانا ترى انسان على قد حالي صح صح، رجع عائله كبيره صح اكيد. هي من تقول ما يتواصل وياي، هي من تريد شغله كانت تقابرني برقم. انتوا ايش وقت اخر مره حكيتوا يا بعض؟ والله ممكن 3 سنوات اكثر. هاي نحكي من فتره تركنا، والسبب هما السبب هما شو كان السبب؟ يعني احنا تحادثنا مره، وحتى صار بيناتنا تقارب هواية، وقالت أنا ممكن أريد أشوفك وما أدري احتمال بتركيا أو الإمارات، رأسها تجرة أمها طلقت لنا مشكلة تعاركنا، فأنا من عصبت على أمها رأسها هي اتخذت. يعني أمها ليش كلش إنه ما أمها ما تري تقول أمها، أنا أقول هنا تقاربا بس هي كذابة. زي ليش؟ يعني ليش أمها ما تري كانت إنه تلتقون؟ هي ما تريد اني اتقارب من وياي نهائيا، هي اصلا القطيع من عندها، مو انه خايفة لا تقنعهم بشيء او تاخذهم منك مثلا، ما ادري هي خايفة او حاقدة. هي طبيعي اي وحدة مثلا من يترك صرت تركه وكذا تحاول انه الام دائما تكره ابنها بالاب. بالضبط، انا اقول ليش يعني انا بالنسبة لي اخر محادثة من خطبنا قالت عوفنا بحياتنا، وفعلا انا عرفت وانا عارف ليش، ما عندي حتى رقم تليفون اتواصل وياه معي. هم يعني غيروا رقمهم؟ غيروا رقمهم؟ ما عندي رقمهم. لا مو قبل كنت تتواصل وياهم؟ ما اتواصل وياها، هي تتصل بي. من رقم؟ هي تتصل بي، انا من اتصل ما حصل، تتصل بي كل ساعة من رقم. تتصل بيها برقم، تخلص المحادثة الذبة أدق علي ماكو. يعني أنت اللي حابب تبضحى للناس إنه أنت ما كنت عايفها، إنه ما أنت كنت ناوي حاب إنه تكون سند إلها، ولكن كانت إنه أمها هي اللي كانت تمنعك من هذا الشيء. أي طبعاً، بالنسبة لي أنا سويت كل شيء يسعدها. هي من الطاعه موافقه للسفر من العراق لسوريا؟ اكيد طبعا، لان هي جات صغيره فلازم لها موافقه. أنا اصلا هي حتى من علاقتي ويا خوها الله وجداد لحد الان علاقه جيده، وهذا الشيء ضايجه من عده هي اصلا. ويا منو علاقه؟ انه انا ما سويت شيء مو زين وياهم ابد، هم يدرون بي. اي طبيعي، وبعدين على كل واحد على قد اللي يقدر عليه، يعني اللي قدمه بالنهايه. اي وسبب الطلاق هو المفروض يعني اللي تحاسب باللي كان سبب. هو شنو كان سبب الطلاق؟ اذا طبعا ما في مشكله. سبب الطلاق انا تزوجت زوجه ثانيه. اسباب ما اقول لك بها بهذا اللقاء، يعني اكو اسباب خلتني اتزوج، ويمكن انت بدون ما اقول لك الاسباب تعرفها. انا ما خرجت عن الدين ولا خرجت عن الطبيعه. اي طبيعي، بنا كل شرح على 4. انت هي اصرت على الطلاق. هي هي طلبته فتره،
هي طلبت الطلاق وهي اللي حصلت على الطلاق. من المحكمة يعني، مو انه طلقتها بالتراضي. اي فهي لا مو بالمحكمة، لا بالتراضي. احنا طلقنا شيخ، طلقنا شيخ بالتراضي احتراما لاهلها وتقديرا لاهلها، ما حبينا نطلق محاكم. اوكي. طلقتها شيخ وسافرت لسوريا. اوكي. ما رجعت من سوريا لقيتها قائمة دعوة تصديق الطلاق. اوكي. صدقنا. يعني لو كانت تريد ترجع رجعتها، بس هي ما تريد تصدق. زين هي من طلعت لامريكا، انت ليش ما رحت وياهم يعني؟ ليش تركتهم؟ هم بسوريا واجتهم وانا بالعراق. اوكي. رحت ليهم انا سفره واحده. انت ما طلبت انه نور انه الحضانه مالتها؟ انه تاخذها لك؟ لو كانت الحضانه بالام؟ الحضانه بالدوله العراقيه للام. أيه. وثانيا هي عايشه ويا امها وجدها، ما جدها صور انا تطلع للخارج، وقالوا لي قالوا هي نفسها انا من طلعوا لسوريا اصلا ارتاحت. ليش؟ لان هم بعيدين عني بالعراق، ولو ضاع كانت تعبانه حروب وانا ما هي ما تخليني اتواصل ويا. انت من هي كانت صغيره نور تتواصل وياها او تحكي وياها؟ شو وقت؟ انه من كانت هي بسوريا؟ او من هي صغيره بعد ما اتطلقت تتواصل ويا البنت؟ لا لا هي لا انا رحت كان عندي معامله بسوريا، ومن درت بي اريد لسوريا لان علاقتي بجدها انا قويه، اردت عنوان جدها بسوريا على مود انزل يمن، يعني احنا مثل الاصدقاء. فهي خابرتني، قالت لا خابرتني، خابرني رقم غريب طلعت نور. اي بابا لا تجي لسوريا، كانت خايفه على بالها جاي يجي لسوريا داخل هنا. اوكي. ما يصدق ان انا عندي معامله جاي ارد اسوي معامله و ترجع. فمن اجيت هن خايفات من عندي. شنو السبب يعني ليش خايفين؟ بعدين اجن السبب خايفات يردن اخاف عبالي ان ارداخل ان انا من سوريا ورجعهن للعراق. اوكي بس ما انه هي المفروض مطلقه يعني، بعد ما تقدر تتحكم انت بيها او تخصبها شيء. لا بالبنات. البنات شيء بنين بنتك هي مو مثل وليد. اي بنين ونور. اوكي. عبالها جاي اخذ البنات. بعدين من طبيت لسوريا وصار امر واقع ودوا لياهن يوم واحد اجن. اوكي. شفتهن وحكيت وياهن، بس يعني مثل ما تقول اسقاط فرض، جايات اسقاط فرض. هي مو تكون هي مثلا حاطت لهم شيء او هي معبيه براسهم شيء معين فما اي فاجن يعني اسقاط فرض. وانا بالمقابل من عايشات وجدين وامين مطمئن عليهن، سوريا كانت اوضاع حزينة احسن من العراق. فقلت خليهم عايشين مو مشكله يعني. صح كان ترى قال جدها اذا حصلوا لجوء للخارج قلت لهم عادي ماكو مشكله يطلعون احسن لهم. صح هذا تبدا تفكر من نهايه مصلحه ولدك يعني كذا تفكر. اقسم بالله ما اكذب عليك بحرف. اصلا كنت افكر بمصلحته لان العراق مجهول المستقبل لحد الان. صح. قلت له بابا طلعي، بس انت تذكري دائما انه الك اب موجود، اي شيء تحتاجينه وكذا وهذا انت تتصلين بي وانا موجود، والك اب والك عشيره و... لا تتصورين انه انت وحديث او كذا. هذا الفكره اللي وصلتها لها، بس هي ما بعدها صار شنو المنقلب اللي انقلبت عليه يعني ما اعرف. هي شفت تصور اذا طلعت للخارج تود علي، وحتى لو اقول لها ما راح تصدقني لان انا شفت تعلق ابوها وهي عاشت وياي 6 سنوات. يعني هي بالاول ابتدائي تفارقنا انا وياها. هي حاليا هسه ما معقول هاي 6 سنوات، ما معقول ما تعرف يعني. انت اخر مره شفتها بارض الواقع من 6 سنوات تقريبا. ها؟ انه اخر مره شفتها بارض الواقع من 6 سنوات تقريبا. لا من تفارقنا من صار الطلاق هي عمرها 6 سنوات. ها هي كان عمرها 6 سنوات. اوكي بعدها ما شفت ولا مره انه بارض الواقع. التقينا بسوريا وفتره التقينا بسوريا، سافرت لسوريا التقينا. اوكي هو هذا كان اخر لقاء، وراي طلعت لتركيا ومن تركيا طبعا ما ادري بها الاحداث. بعدين هي سولفت صح
لان ما كان عندي لا رقم اتواصلوا هم يعني بعد ما اول ما سافروا غيروا رقمهم على ما تقدر تواصلوا وياهم. شنو يعني طلعت من سوريا ايه. اخر يوم ارتجي ايه. قلت لا ودي للبنات اسلم عليهن واروح قبل ما يروحون. ما ودتهن ما ودتهن yeah. ولا قال لي مع السلامه ودقيت على الرقم بالحدود ما انغلق وانغلق انغلق لحد ما خابرتني ورا سنين yeah. قالت اريد وكاله لبنين هذا طلع لها جواز ايه. والله انا تعبان وما بي حيل وسويت لها الوكاله ورحت للخارجيه صدقت. متى ما انت تسالها انه ليش ايش تسوين او ليش تغلقت الموبايل ليش سويتي؟ غيرت الرقم وكل شيء. ماكو جدوى. ماكو جدوى اقول وعاتب هواي ماكو جدوى يعني اعذار متفرقه. بس انا بالنهايه اسوي الشيء اللي اردن ليش ما اريد يعني تذكر لي موقف سلبي بالعكس هسه شو ذكرت كل المواقف مالتي سلبيه صح يعني حتى لو قال انا ما اريد اسويها بس قلت بس ما اسويها هسه تقولون شوف انا هذا ابوكم يعني احتاجينها بشغله بسيطه ما وقفنا صح رحت سويت الوكاله وصدقتها من بغداد من الخارجيه طبعا احنا محافظه كبيره محافظه كبيره و بعدين اختلقت لها ورا ما وصلت الوكالة اختلقت لها خلاص. مشكلة وتعاركنا وهم غلقت جهازة نايم هي أنا متحول إنه خاصة في الفترة قالت لي أنا عدت البنات ومحضرات لك هدايا ومحضرات لك مصرف كل وانت سويت هيجي وأنا ما مسوي هاي الحادثة ما أدري من عدين أو من الشخص النقلين قالوا لهم هذا ما سوى الوكالة إلا أخذ فلوس وهذا كذب محط افتراء. هي مشكلة إنه الولد كانوا صغار فسهل طبيعي إنه يلعب عقلهم أو يتكلم عليهم. أنا لو مثل عندي ذهني صح والله ما أبوج ولا أنقذ بس أنا ما عندي ذهني والله يشهد عليه وأنا ما أريد من عنده شيء بس لا تظل تجرح وأنا أبوي أكيد صعب الموضوع إنه أنتي أبوج مرة قصدك أنتي أبوج هسه خابرتي مثل استفسرت عنه عادلتي صح بس هي تدري بالأحداث شو تعادل يعني هي تدري الغلط مو مني تدري أنا ما قصرت ويا كل الخطوات اللي وإنها خطوات معدودة اللي اتصلت فيه ما قلت لها لا وكل الخطوات هي اللي تعاركت وياي مو أنا أنا شوي عصبي وهي تستفزني فما أقدر ألزم أعصابي. هي نور تستفزك مو اللي مخزك؟ طبعاً لا ليش تستفزني؟ ونور تساندها نور تساندها طبعاً وهي نجحت هي تريد القطيع بيناتنا ونجحت طبعاً هي تعرف مفاتيحي عايشة وياي. تدري بي شلون تستفزني وشلون اعصب وشلون اصير هادي وشلون هي تستفزني راسا نقرا هي هاي المشكله من تستفز انت فتعصب ولا انا ما اتحمل على كرامتي لو هسه ما ادري شنو صح. يعني هي تعرف منين تستفزني زين فانا وخاصه اذا انظلم ما اتحمل الظلم بالضبط لو بالنهاية ان شاء الله تضوج تظلمني يعني ان شاء الله تأذي وتجرح لما هي من تظلمني انا انفعل من تلفق علي قصة كذب وانا ما مسويها انا انفعل اعطيك صدق اذا انت من ترجين تسمعين صوت او تبدي لي شغله منه خابرينه برقم وراها تغلقينه شلون يتواصل؟ يا شوف في العراق وتبكي الساعة الدولة. صح. شلون يعني أنا مثلا طير أطير للدول. صح. زين تاجر كبير مثلا وأظل أفتر عندي إمكانية مادية وأقدر أوصل لكذا وكذا وكذا مو؟ أكيد والوضع ما يسمح يعني. حتى رقمك صفحتك حتى الصفحات اللي راسلت فيها كلها ما لها جواب. صح تطلع وامين وحساباته كبيره يعني صعبه مرات شو اسوي انشر بالبدايه
انشر صوره لو لنور لو لبنين على الفيس راح عشان يخابرني. خافون راح عشان يخابرني مصلحه يا جون. وجنتي بعركه صح. وحتى هي تقول شلون انت يعني شوف المفارقه انت شلون تقبل تنشر صوره بناتك شلون تبون بناتي فاتحه قناه صح وناشر صورها يعني بس انا من احط صورتها بشوفك هاي انا ما فسرت لحد الان ما لقيت لها. المهم لقاءاتنا معدوده ما حسستني ابدا باشتياق الا مره واحده من قلت لك قامت تخابرني تتصل وياي وتسولف وياي شويه صار تقارب بعدين تدخلت الكبيره حاولت بعد وفرتها صارت عركه وانتهينا. هي المشكلة بس آخر شيء بلقاء الفلان وقالت إذا جزء إذا مثلت أنا تحتاجين أبوك قالت أنا ما أحتاج ما أحتاج يد وأنا صغيرة وأنا مراهقة ما أحتاج يد شلون أحتاج يعني هي موتة مشاعرها تجاهي نهائيا. زين احنا أنا وأمك افترقنا أنت شيل العلاقة هاي أمك وهذا أبوك هو المشكلة مو منها أكثر المشكلة من الأم أكثر لأن هي اللي لعبت براسها وهي اللي حرضتها بالشكل. انت صدق انا سعدت عائلة وقوة وداير امور صح امور العائلة يعني والله العظيم اي مع انه المفروض هي بسيط هي اللي توقف فيها وهي اللي تساعدك همين زين المفروض وانا انسان معوق يعني مو ما اقول لك صح بس انا ما طخ راس لواحد هاي السنة كيلة اخوالها يمي اروح اليوم اتواصل وياهم كي ما تتواصل ويا اخوالها او احد همين انا اتواصل وياهم بس خوالها لا يعطوني رقم أوه. ما نقلها ان شاء الله ها وبسيطة نوصلها ماكو شيء هي جافية عني يعني ما هي حتى ما تريد تتقبلني ما ادري ايش مسوي لها ما تريد تتذكرني مع العلم انا ما عندي ذنب انا مو ذنب مو ذنب وهي صارت مرض كبيرة يعني المفروض تخابرني تقول لي تعاتبني على الاقل تطمن عليه شنو ذنب على الاقل تقول لي هذا ذنبك غفرت لك او اذا كنت بذنب او ما غفر انا ابوها انا ابوها يعني على الاقل هسه حتى لو ابو الخطا اللي ماشي غلط السكير العاصي همينا يبقى ابو صح عم ما يتبرون من التبري هذا كلش دعوه لي مع العلم انا ما عندي هاي الشغلات الانسان سوي يعني من ناحية رابط وصارت زوجت مفتحت بيت كيف شيء مش سهل يعني اي كل المعطيات يعني واحد بالعقل هسه من بالعقل من يحللها يلقيني انا ما عندي تقصير صح